السلام عليكم البنات، خوتي خواتاتي، لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى من الله تكونوا لاباس بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جيتكم بواحد الوصفه سميتها الفطيره، فيها المقادير فيها السميده المتوسطه والسميده رقيقه. غادي نديرو مليحه والزيت ونبسوها مزيان مزيان. هاد الفطيره هادي اللي بغى يديرها فيها الحشوه يديرها فيها عده، يعني الحشوه اللي قال لكم خاطركم ديروها. انا اليوم غادي نديرها حشوه، وتقدروا ديروها عاديه، فطيره عاديه بلا ما ترقوها بالدلاك. درت الملح، درت الزيت، بسستها مزيان وكترت الماء وخليتها تشرب داك الماء مزيان مزيان مزيان، وزدت عليها الفارينه زدت عليها كاس ديال العنبه فقط، ودلكتها. هادي كتندلك واخا ما فيهاش الخماره، ما فيها حتى حاجه، دلكيها مزيان مزيان وهي راه كتجي سهله في الاستعمال. فاش كتكوني تكرسيها بالدلاك ما كتقطع لك ما والو، حيت فيها الفارينه فيها كل شيء، كتجي ساهل الخدمه. غادي ندير لها الحشوه ديالها، لافارس نتاعها بالقشطه الطريه، لا كريم فريش والمورتاديلا وانواع ديال الفرماج. اللي عنده شي حاجه يديرها، انا داكشي اللي كان عندي في الدار درتو. دابا كان نسرح فوق سطح العمل هاد لاباط. هنايا فوق سطح سميتها في الإناء اللي غادي نطيب فيه، غادي درت الزيت، دهنتها بالزيت، وكنحطو هذيك العجينه على المسخر الفراح، وغادي نسرحو ندهنو لا كريم فريش. وتقدروا ديروا لا صوص طوماط، تقدروا ديروا اي حاجه قال لكم راسكم ديروها ديروها، ميم الا كانت عندكم لو كولي نتاع لونيون، يعني كونفيتور نتاع لونيون يعني اللي كيكون حامالح، وديروها تسرحوه مزيان وديروا البولي ولا الكفته ولا اللي بغيتو، والخضره لي شامبينيون داكشي نتوما وسمو كيعجبكم تاكلو. وكيما درتوها مالحه تقدروا ديروها حلوه بالكونفيتور ولا بالشيكولا ولا باش ما بغيتو. انا دابا كندير هادي، ويقدر مره اخرى ندير لكم الوصفات الحشوات الاخرين، نديرهم صغار صغار وندير لكم كل وحده صغيره ب ب افيك نوفيل فاكس. ودابا كندير الطبقه الثانيه، ما كتشوفوا يعني واخا تعوج لكم واخا ما كتضيعش، يعني كتخدموا بها كيما بغيتوا. دابا انا تقبتها بالفرشيطه باش ما تكون طيب ما تنتفخش وما تصادش وما تضيعناش، فيها تجي هكا لاصقه، تجي يعني قابضه في الحشوه. انا دابا فوت فيها واحد شويه ديال الطياب في الوسط، بحيت عندي البوطه نتاع الضو، هي كتجي رقيقه وزوينه وخفيفه، يعني ملي كتاكلو منها ما كتقهم ما والو، وفي نفس الوقت هشيشه هشيشه بزاف بحال الحرشه هشيشه، يعني كتاكليها وهي كتذوب في الفم وكتقرمش، وعندها واحد المذاق في الشكل، يعني ماشي بحال الحرشه، ماشي بحال المسمن، يعني عندها مذاق خاص بها. وبالصحه والسلامه ان شاء الله.